الأصل أن المسلم إذا لقي المسلم يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل السلام 30 درجة. مسلم كان جوكني كي ترى أي سلام أي كني هاي كان بان أي سلام أي كني دوي بين لنن كي بي بان نو كنا رهوت دول 30 درجة. تحية أهل الإسلام هي السلام. كان سماكم ربع إسلام كي سلام. إذن عندما ألقى المسلم لابد قبل الكلام أن أسلم عليه السلام عليكم أقل شيء. بيرك يوم تشوف مسلم من بيرك يقدام سنداي تشوف جمعك ترو أو سلام يعني الآن ما يفتتح به البعض عندكم مثلا عندما يلقى مثلا يقول له صباح الخير أو كذا من الكلام المعروف عندكم، هذا أكبر خطأ، هذا مخالف للشرع. عندما تلقى أخاك أول شيء تبدأ به السلام عليكم. نعم. جن نبي دايجين توبني دايجين كان سماي ري دايجين باي سنداي نبي دايجين توب سماي كوم نية نين كيجين نيجين ها أروم سوس داي رو سايون سوس داي بنتاي نين كيجيرن خام بود دكتور يبدي إسلام جامبان أواي دا ترام تراو نم إسلام جامبان كيجين تراو أو سلام أو كني. نعم. كذلك المصافحة، الرجال يصافح الرجال والنساء يسلم على النساء. يحرم على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. تسلم عندما تدخل وتسلم عندما تخرج. تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. إذا دخل إنسان ولم يسلم عليك تعلم وتقول لابد من إفشاء السلام، إلقاء السلام قبل الكلام. يسلم الصغير على الكبير. ويسلم الراكب على الماشي. هاي نقدر جيد تترو أو سلام تنقدر تكوي. من أسباب المحبة التي تكون بين المسلمين إفشاء السلام. ملهات دانون أو إسلام من إسلام سلام نية تكون أو سلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه. صفي الله سبحانه وتعالى أجل أخلي فلايك جيد نقدر سلام فيه. نعم.